يشهد معرض أهلا رمضان بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين بهدف شراء كافة المستلزمات الخاصة بشهر رمضان الكريم. المعرض الذي يقام بمدينة الشون أو بميدان الشون أكبر ميادين المحلة الكبرى متوفر به كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل ل 30%، وذلك في إطار تخفيف الأعباء على المواطنين. عندنا اقبال كبير بسبب ان احنا عندنا تخفيض في الاسعار، وعندنا مثلا حاجه زي البيض النهارده عندنا عامل 110، حضرتك بره البيض عامل مثلا 150 و155 بره. مثلا حاجه زي الرز عندنا النهارده عندنا الرز ب 30 كيلو، والمكرونه عندنا ب 29، يعني عكس عن بره بكتير. الاسعار تمام وجميله قوي ومناسبه للجميع، وبتمنى كل يحضر هنا ان شاء الله ويتعامل يعني.